اهلا روح قلبي، بتعمل ايه؟ ولا حاجة، قاعد مستنيك يا حبيبي. طب قفلت التليفون ليه لما انا جيت؟ القمر جه. لا لازم اسيب التليفون. مقتنعة؟ مش مقتنعة. ممكن اشوف موبايلك؟ اهو. لا افتحه لي. ليه افتحه ليه؟ افتحه، عايز اشوف، عايز اشوف انت كنت بتعمل ايه. كنت بلعب. لا وريني. طب فين موبايلك؟ انت مالك ومال موبايلي؟ اديني موبايلك، هديكي موبايل. لا هو الراجل لما يمسك تليفون مراته بقى بيشك فيها، وده عيب. يا سلام. لكن احنا لما نمسك تليفوناتكم ده عادي، لان انتوا خاينين. وريني موبايلك. بص هقولك على حاجه. مش هبص، وريني موبايلك. خلينا نتفق ان المعامله بالمثل. اديني موبايلك هديكي موبايل. لا مش هيحصل. خلاص يبقى مفيش موبايل. طب وريني موبايلك برضو. خليك كويس وريني موبايلك. هاتي موبايلك وريني موبايلك. عدي يومك وريني موبايلك. ايه هعديها هتعملي ايه؟ هسيبك. عدي يومك وريني موبايلك. ما هو بارد. موبايلي اهو اهو. افتحوا. هاتي موبايلك برضو. افتحوا برضو. المعامله بالمثل. هتديني موبايلك. انت بتخني. هديكي موبايلك. انت بتخني. لا انا مش خاين. انت بتخني. انا راجل محترم وماشي جنب الحيط وما بخونش. انتوا كلكم خاينين. خلاص كمل معاها انت بقى، انا خلاص مش هكمل معاك حياتي. النهارده حلقه جديده من برنامج انا يعني مع نانسي المغربي واحمد الدسوقي. النهارده اخترنا ان احنا نتكلم عن الخيانه. ايه رايك يا احمد في الخيانه؟ والله الكلمه لوحدها كئيبه. أكيد. يعني كلمه كئيبه وخطر. أكيد. يعني الخيانه في حد ذاتها حاجه مرفوضه تماما طبعا، لانها حاجه مؤلمه للراجل وللست. طب اوكي كلمني كده عن الخيانه. ليه الرجاله بتخون؟ اولا بلاش نعمم، يعني بلاش نقول كل الرجالة بتخون أو كل الستات بتخون. تمام. في جزء بيخون هنا وجزء بيخون هنا، سواء راجل أو ست. أوكي. هنيجي نقول أنت عايزة تعرفي أسباب الخيانة إيه؟ أو الراجل ممكن يخون. ليه الراجل بيخون مراته؟ ليه الراجل بيخون صاحبته؟ ليه الراجل بيخون حبيبته؟ بيخون خطيبته؟ 90% من الرجالة اللي بتخون بيخونوا عشان مش لاقين الحاجة اللي هم عايزينها في بيتهم، فبالأسف بيبصوا عليها برا البيت. طب ليه هو ما يحطش الحاجة اللي ناقصاه في بيته بدل ما يجري يدور عليها برا؟ ما هي دي المشكلة. ان الستات بتقول أيوة. هو اللي يحط وهو اللي يعمل. فين دور الست؟ الراجل مطلوب منه كل حاجه في الحياه. لا. الست مش مطلوب منها اي حاجه. لا الست دلوقتي بيطلب منها في البيت زيها زي الراجل في حاجات كتيره جدا، في مصاريف وفي عياله وفي تربيه وفي تنظيف وفي طبخ، عادي جدا. ليه دلوقتي انتوا اللي من حقكم يعني هي تعمل كل ده وانتوا كمان تروحوا تخونوا وترجعوا تلاقوا الطبطبه والحنيه في البيت؟ ليه ما تدوش انتوا الطبطبه والحنيه؟ لا يمكن في راجل بيخون ويرجع يلاقي الطبطبه والحنيه، استحاله. لا في رجاله بتخون وهي راجعه تلاقي الطبطبه والحنيه، عادي جدا. لا يمكن. رجاله اصلا ثلاث ارباعكم عينكم زيغه جدا. انا معاكي ان الرجاله عينيها زيغه والله جميل ويحب الجمال. ايوه والرجالة. بس انا افلي على هنا. يعني معنى كده ان انت بتؤيد خيانه الرجل للمراه؟ لا انا مش بايد. امال ايه؟ بس انا عايز اعالج السبب، ودايما السبب بيجي من ورا الست. الست لو حنينه مع جوزها، لو بتحب جوزها، لو مهيئه له الجو في البيت، الجو الرومانسي الجميل، جو الحبيبه اللي هيطلع يبص عليها بره. ايوه هيعيشوا احلى احلى حياه سعيده جوه بيتهم. لو هو خد الورده ها والهدايا اللي بيجيبها للصديقه والحبيبه بره بره دي وادها لمراته جوه البيت، لا هتفرق كتير في حياتها. لكن هو بيفضل انه ياخد الكلام ده يطلعه بره البيت، يقول انا مراتي مقصره معايا. طب ادي الحنان والعطف والحب ده لمراتك بدل ما تخونها. للاسف السر لو الناس فهمته هترتاح. ايه بقى القصه كلها؟ ان الراجل نفسه يلاقي مراته اللي جوه البيت زي اللي عايز يصاحبها بره البيت. طب هو ليه الاول ما اتجوزهاش؟ والنظريه دي اتحلت مش هيبقى فيه خيانه. طب ليه بقى هو ما اتجوزهاش زي اللي عاوز يصاحبها بره البيت؟ عشان هي مش هتبقى كده. هي لما هي لا 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 ما فهمت سؤالي. ليه هو ما اتجوزهاش زي اللي هي عاوز يصاحبها بره البيت؟ طب هو ده اللي انا عايز. ما اختارش ليه من الاول صح عشان ما يخونش؟ هو بيختار صح. أيوة. وهي بتختار صح. وبعدين ظروف الحياه اللي بتحصل والضغط الاسري والحاجات المشاكل اللي بتحصل جوه البيت بتفقد الحته اللي فيها الحته الرومانسيه، الحته الجميله. الحته اللي فيها البهجه والفرحه. أيوة. البهجه والفرحه. أيوة. بتتحول لحياه روتينيه كئيبه. الراجل دايما تحت ضغط ضغط ضغط. يا حرام. والست مش تحت ضغط ضغط ضغط. يعني ثانيه واحده، انت بتنزل اخرك
تروح شغلك وترجع. هي دلوقتي بتنزل تروح شغلها، تربي العيال، بتطبخ، بتروق، بتغسل، بتنظف، ومطلوب انها تراعيك وتراعي بيتها، وممكن تساعد في مصاريف البيت. في ايه؟ جبروت وكمان تتخن ليه؟ كل ده ما يهمش الراجل على قد ما يهمه احترام زوجته ليه، حب زوجته ليه، حنية زوجته ليه. وهو فين؟ انت بتتكلم ليه من ناحية فين؟ الخيانة برضو سببها ايه؟ ما انت بتقول حاجات بتتعمل زيها ويمكن اكتر. لو قعدت يوم في البيت، جربت تقعد يوم في البيت تربي وتمسح وتطبخ وتغسل وتعمل اكل وتغسل مواعين وتروح شغلك وترجع وتساعد في مصاريف البيت، شوف الضغط النفسي اللي هيبقى عليك. يعني الستات عايزة الراجل ايوه يشقى ايوه ويتعب، ما هي احنا بنشقى، ويجيب فلوس ويصرف على البيت ويبقى حنين ويجيب الوردة، ده ملاك بريء. كل ده والست قاعدة يلا اصرف، يلا هاتلي الوردة، يلا دلعني. والراجل مين يحس بالراجل؟ عايزين الرجالة تعطفوا عليهم شوية، يبقى في شوية حنية مع الراجل، شوية حب للراجل. جربوا الستات يبقوا حنينين ويحبوا ويحترموا أزواجهم، مش هيلاقوا الخيانة. الراجل لما بيتضغط برا بيته ويقول يلا انا ماشي مع السلامة، انا بقولك هيخرج هيصاحب واحدة ويتعرف على واحدة ويخرج مع واحدة والدنيا تبقى ايه، ملبن. جميل قوي. هو يقبل بقى ان مراته تنزل تصاحب واحد وتخرج؟ اي طبعا الكلام ده مرفوض وانا طبعا عارفة، في الحالتين بس مرفوض. انا بتكلم بس في الاحساس والكسرة والجرح اللي عكس يحصل. لا طبعا. طب ما هو ليه بقى؟ ليه بقى ربنا قال لك تعمل ده وتحلله لنفسك وتكسرها وهي مرفوض منها انها تعمل ده؟ ما تسيبها، مش عاوزك، انت مش عاوزها وهي وحشه يا سيدي، سيبها، ما تخونهاش، ما تجرحهاش، بس ما يعني خلي بيتك اوزنه، انت ميزان البيت مش هي اللي ميزان البيت. عايزين برضو الستات زي ما انت بتقولي ان الراجل ميزان البيت، دايما بتبقوا بترموا العبء على الراجل، بس الست مش عايزه تجيب اي عبء عليها. انا على فكره اعرف إيه، انا اعرف مشاكل عليها كتير حاجات وناس كتير قوي في البيت ويقولوا لي بيحصل وبيحصل وبيحصل ويحكوا لي. انا دوروا على السر. السر. طب لما تكون ست بتعمل كل حاجه، واجباتها الزوجيه كامله متكامله، وجوزها يخونها، بيخونها ليه؟ لا ده بقى عينه زيغه، ده بقى مريض نفسي. ما انا عايز اقول لك برضه في أيوة. نسبه كبيره من الرجاله بتخون أيوة. عندها مرض نفسي. ايوه ممكن يكون عايز واحده واثنين وثلاثه، بس يعني مش كميه كبيره قوي ومش ناس كتير قوي، بس في ناس طبعا رجاله كده كتير. اسباب الطلاق اكتر حاجه ايه هي اسباب الطلاق؟ اسباب الطلاق اهمها الخيانه. لا مش الخيانه بس، امال ايه؟ هتلاقي اسباب الطلاق الزوجه لازم هتقول كده على جوزها، اوكي، ما بيصرفش كويس على البيت. ثواني ثواني ثواني، لا ما بيفسحنيش، ما بيدلعنيش، ما بيخرجنيش، خانقني، مش حاسه ان انا مبسوطه. الجمله دي لو اتقالت هنمسك بوينت بوينت. اتفضل. ما بيصرفش كويس على البيت يبقى هو مقصر، هي ما بتبلاش عليه، ما بيخرجهاش يبقى هو بيفضل خروجه مع اصحابه، بيفضل خروجه مع اصحابه وما بيخرجهاش، مقصر في البيت، ما بيفسحهاش، ما بيعملش، هي مش هتجذب. طيب ما هي لو هو كل اللي انت قلتيه عمليه نسبيه. يعني ايه عمليه نسبيه؟ أيوة. في واحد بيصرف 1000 جنيه وفي واحد بيصرف 100000 جنيه، الزوجه دي هتقول ده ما بيصرفش، وم 100000 جنيه هتقول ما بيصرفش، وم 300000 جنيه ما بيصرفش. لا مفيش الكلام ده. هيخرجها؟ لا 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 مفيش الكلام ده. خرجني امبارح والنهارده ما خرجنيش من 4-5 ايام. لا 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 مفيش الكلام ده. حاجه ما لا نهايه. الكلام ده انا ما شفتوش في الواقع عشان اقتنع بكلامك. اللي بتقول انا مثلا جوزي ما بيصرفش فعلا ما بيصرفش عليه. خلي المشاهدين أوكي. هم اللي يحكموا ده بيحصل ولا ما بيحصلش. الست عايزه كل حاجه ولا مش عايزه كل حاجه؟ الست حاجاتها ما لا نهايه ولا ما مش ما لا نهايه؟ الراجل مهما عمل ليه طاقه، ليه حدود، ليه بادجت شغال بيها، ما عملهاش هيبقى مكسر ووحش وطلقني، عايزه اتطلق مش قادره. وفي الاخر بيطلقها وبيروح يمشي على حل شعر. جميل. احنا دلوقتي اتكلمنا ويمكن حطينا صورة بسيطة من الخيانة، بس جه وقت الدقيقة بتاعت احنا نتكلم بعقل. توجه الكلمة للرجالة بقى بجد عشان عدم الخيانة. لا انا ضد الخيانة سواء من رجل الست، واتمنى من لا كل راجل للرجال. اتمنى من كل راجل ان هو يحاول زي ما انت قلت جملة عجبتني، انه يشوف المشكلة فين عشان يعالجها. صح كده. ويقول مراته صح. وتحاول مراته تحسن من نفسها علشان الحياة تمشي. أكيد. وعشان ما يخونش. أكيد.
انا برضو عايزه اوجه لكل ست كلمه. انت اولا لازم تكوني صديقه وحبيبه قبل زوجه، لازم تكوني بتراعي بيتك بجد بشكل كويس، ما تدوريش على خيانته، ما تمشيش تجري وراه، لا شوفي انت عندك ايه مقصره فيه واعمليه لما توصلي لاخر طاقتك، وان انت عامله كل ما بوسعك ولقيتي برضو بني ادم خاين اهو ده ساعتها اقدر اقول لك مع الف سلامه. لكن اطلعوا من جلباب الزوج والزوجه وخليكوا اصحاب افضل كتير، مش هيكون في خيانه. يا رب النهارده تكون الحلقه عجبتكم. حاولت انا واحمد نوصل على قد ما نقدر ان الخيانه دي لو دخلت البيت فهي بتخليه في الارض او بتوصل للطلاق. عايز تقول اي حاجه قبل ما نختم الحلقه؟ انا عايز اقول كلمه واحده، انا نفسي من كل راجل ومن كل ست ان هم يصلحوا من نفسهم. أوكي. وكل واحد يبقى عارف ان عنده عيوب. أكيد. ولازم يصلح من عيوبه. أكيد. طول ما في طرف بيقول انا مش غلطان وانا ملاك وانا ما بعملش حاجه غلط، الحياه دي هتتدمر وهتبقى مصيرها للاسف الطلاق. لكن لو كل واحد جواه اعترف ان عنده خطا ويحاول يعالجه من اجل استمرار الحياه الجميله اللي بينهم، الحياه هتبقى جميله. ومبسوط ان انا معاك النهارده يا نانسي، ويا رب الناس كلها احنا على طول مع بعض ورايا ويكونوا ورايا ويكتبوا لي كومنتات ويقولوا فعلا ان احمد الدسوقي كلامه صح، وان الست لازم تسمع كلام لا جزها. ماشي، هي تسمع كلام جوزها بس برضو يا انا يا انت يا احمد انتوا اللي غلطانين وتفضلوا غلطانين برضو. سيبك من العقل اللي احنا اتكلمنا بيه ده شويه كده بس. وانا مستنيه انتوا كمان تكتبوا وتقولوا لي احمد كان غلطان في كلامه، وانا واثقه من ده وان انتوا معايا انا واني انا الصح في كل كلمه انا قلتها، وان هم خاينين وان احنا كويسين ما بنعملش حاجه خالص اصلا في الحقيقه، وهم على طول ظالمنا. استنونا في حلقه جديده من برنامج يا انا يا انت مع نانسي المغربي واحمد الدسوقي. السلام عليكم.